الحمد لله أنزل القرآن كتابا كريما وهدانا به صراطا مستقيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا صلوات ربي وسلامه عليه على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا القائل في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم يا أحباب رسول الله، إن غاية المؤمن أن يهديه الله تبارك وتعالى صراطا مستقيما، فالمؤمن يقف في الصلاة من خلال 17 ركعة في الفريضة، في كل ركعة يقول: اهدنا الصراط المستقيم، ويستجيب الله تبارك وتعالى له. ففي الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين أجابه الله، حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. نعم يا أحباب رسول الله، والهداية إلى الطريق المستقيم هي غاية كل إنسان. نعم، فهدى الله تبارك وتعالى الأنبياء جميعاً إلى ذلك، وقال جل وعلا: ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. هذه الآية من سورة الأنعام ذكرها الله تبارك وتعالى بعد قول الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وبدأ القرآن فقص علينا من خلال هذه الآيات 16 نبيا، وبعد أن ذكرهم قال: من آبائهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فهؤلاء هم الأنبياء يا أحباب رسول الله، وفقهم الله تبارك وتعالى إلى هذا الصراط المستقيم وإلى الهداية إليه. والهداية نوعان: هداية بيان ودلالة،
وهداية توفيق، وهداية البيان والدلالة، هذه للناس جميعاً. وهذه المهمة التي وكل الله تبارك وتعالى بها الأنبياء والرسل، فبينوا للناس، لكن هداية التوفيق هذه هداية من الله تبارك وتعالى للمؤمنين به يا أحباب رسول الله. نعم، ويقول الله ممتدحا إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال في موسى وهارون: وهديناهما الصراط المستقيم. ويقول في رسولنا صلى الله عليه وسلم: ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وأمره أن يتمسك بسبل الهداية وهو الوحي، فقال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فغاية كل خلق، غاية كل الخلق أن يوفقهم الله تبارك وتعالى إلى هذا الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوضح لأصحابه هذا. ففي تفسير قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما ومن حوله خطوطا متعرجة ليست مستقيمة. وقال لنا: هذا صراط الله المستقيم ومن حوله طرقا كثيرة متعرجة، على رأس طريق كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليها. فأقرب طريق للوصول إلى الله جل وعلا هو أن يهديك الصراط المستقيم. وفي نظرياتنا الرياضية أن أقرب طريق تمشي فيه بين نقطتين سريعا هو الطريق المستقيم، ولو انحرفت قليلا ولو مليمترات ربما أدى بك هذا الانحراف فوجدت نفسك بعيدا عن الهدف تماما. وانظر إلى القطار حينما يسير على القطبان ويريدون منه أن يتحول إلى طريق آخر، فتأتي تحويلة القطبان وهي عبارة عن سنتيمترات قليلة لكنها تأخذ القطار إلى مسار آخر، فبعد دقائق معدودة تجده قد انحرف عن طريقه الأول إلى مكان آخر بعيد في ثوان معدودة. لذلك يا أحباب رسول الله احرصوا أن تكونوا على الصراط المستقيم، فهذا هو منهج الأنبياء. فما معنى الصراط المستقيم؟ ما معنى الصراط المستقيم؟
اسمع معي إلى هذه الآية من آخر سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يا صاحب الشفاعة الكبرى ويا صاحب المقام المحمود، بين لهم معنى الطريق المستقيم ومعنى الصراط المستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن الصراط المستقيم أن تكون على دين الله جل وعلا، أن تكون على منهج الله تبارك وتعالى، وهذا يجعلك إن هديت إلى الطريق المستقيم والصراط المستقيم كنت مع هؤلاء الذين علت درجاتهم في الجنان، يقول الله تبارك وتعالى فيه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعمت عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا إن استجيب لك وأنت تتضرع إليه في كل صلاة وتقول اهدنا الصراط المستقيم، من هو صراط الذين أنعمت عليهم؟ منهج هؤلاء الذين أنعمت عليهم؟ فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم يا أحباب الرسول، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كيف نهتدي إلى الصراط المستقيم؟ أولا أن تتمسك بإيمانك بالله. الإيمان بالله أولا يا أحباب رسول الله، فهو هذه البذرة والزرعة التي نبتت في قلبك بفطرته لك، هذه الفطرة السوية التي جعلتك إن نظرت إلى الكون فرأيت سماء عالية ونجوما متلألئة وقمرا يضيء الكون ليلا وشمسا تضيء الكون نهارا، فسألتك نفسك وتفكر عقلك: من الصانع؟ من الواجد والخالق؟ هتفت فيك روح بداخلك فقلت: هو الله. إن الذي صنع هذا هو الله. إذن أول شيء إن أردت الطريق المستقيم أن يكون إيمانك بالله عظيم وإيمانك بالله كبير، ويقول الله تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيماً.
إذن أول شيء هو إيمانك بالله، اعتصامك بالله، لا تعتصم بغير الله، لا تتمسك بغير الله، لا تجعل في قلبك أحدا تناجيه إلا الله، ولا تجعل في همتك وعزيمتك أحد تستعين به إلا الله، ولا تثق في مخلوق وتترك الخالق، اجعل إيمانك بالله عظيم، فهذا يهديك صراطا مستقيما. نعم يا أحباب رسول الله. ثانيا، العمل بالقرآن الكريم، فهو وحي الذي أمر الله نبيه أن يتمسك به، فقال: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والذي قال في أول آياته: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثانيا، الاقتداء بسيدنا رسول الله، الاقتداء بحبيبنا رسول الله، سر على منهجه في حركاته وسكناته، سر على منهج النبي في كل طريقته، فاقتداؤك برسول الله يهديك صراطا مستقيما. فهو القائل جل وعلا مخاطبه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. العلم أيضا يهديك، وأصحاب العلم هم الذين يعلمون الطريق المستقيم، وهم الذين يدلون الناس عليه. والله تبارك وتعالى يقول: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط مستقيم. يا أحباب رسول الله، وآخر شيء أن تدعوه أن يوفقك إلى الطريق المستقيم. هذا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا أبا القاسم، يا خير من دفنت بالقاء أعظمه، فطاب من طيبهن القاء والأكم، نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. كان يقف بين يدي ربه متهجدا بالليل، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيناجي ربه ليهديه الطريق المستقيم، فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني إلى صراطك المستقيم، اهدني إلى صراطك المستقيم. فالدعاء يا أحباب رسول الله، دعاؤنا هو سلاحنا، دعاؤنا هو حائط صد لنا عن كل مصيبة ربما نزلت تطرى على العباد، فيردها الدعاء وهو يرفع البلاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك طاعتك وطاعة رسولك وطاعة من أمرتنا بطاعته، امتثالا لقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حمدا لله عز جلاله فلا تدرك الأفهام، سما كماله فلا تحيط به الأوهام، شهدت أفعاله أنه الحكيم العلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، واعلموا أن من ثمرات
الهداية إلى الطريق المستقيم وإلى الصراط المستقيم. يقول الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن أول شيء أن توفق في كل أعمالك، وأن توفق إلى كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. ثانيا، الفوز بالجنة، وهذا هو الأماني التي يتمناها كل مؤمن. نعم، فالله تبارك وتعالى يقول: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيا أحباب رسول الله، هل علمنا أولادنا أن يتمسكوا بالصراط المستقيم، وأن يطلبوا من الله تبارك وتعالى أن يمنحهم الطريق المستقيم؟ علموا أبناءكم هذا واجعلوه في نفوسهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الطريق المستقيم، وأن يوفقنا إلى الصراط المستقيم. اللهم إني أسألك في ساعتنا هذه أن تصلي وتسلم على سيد الأولين والآخرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هداة مهديين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدانا. اللهم تقبلنا في الصالحين، واغفر لنا حولنا وخطايانا يا رب العالمين. نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم واشف مرضانا، وارحم موتانا، واهد من أذانا، ولا تخيب رجاءنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها وأمنها ورخاءها وسائر بلدان المسلمين. اللهم وفق ولي أمر البلاد فيها لنصرة الإسلام وعزة المسلمين. انصر بنصرك وأيد بتأييدك يا أكرم الأكرمين، وإخوان وحكام الإمارات أجمعين، ونائبه ولي عهده الأمين، واجعل ذلك لولاة أمور المسلمين في كل مكان بجودك ومنك يا حنان يا منان. اللهم تغمد الوالد الشيخ زايد برحمتك، وأخي الشيخ مكتوم برحمتك، وإخوانه وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحابك يا رب العالمين. ارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. افتح لنا في قبورنا بابا إلى الجنة، نشم من ريحها وطيبها، ولنع بالنظر إلى حريرها وسندسها. اللهم تغمد شهداء الوطن الأبرار برحمتك، أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وألحقنا بهم شهداء يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والله يدعو
يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، هنالك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.